ومن كريم نروح لزميلنا فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. طبعا كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، والشكر موصول لضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحده من المباريات القويه، مباراه الجوله السادسه اللي بتجمع ما بين الاهلي وفريق سموحه، نقرب اكتر من الصوره من فريق سموحه اللي يعني عقب تاجيل مباراته الاخيره امام فريق طلائع الجيش كان حضوره الى القاهره مبكرا، يعني حضر الى القاهره يوم الاثنين الماضي. طبعا معسكر فرضه الكابتن احمد سامي على اللاعبين، يعني حاول ان هو طبعا ان يعني عايز يكسر حده التعادلات في الفتره الاخيره. اربع لقاءات خاضهم فريق سموحه، حقق الانتصار على فريق شرقيه الدخان بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، ثم ثلاث تعادلات امام فريق الاتحاد بنتيجه 4-4، ثم ايضا تعادل امام فريق المصري وتعادل امام فريق انبي. من الامور المهمه جدا اللي نركز عليها الكابتن احمد سامي مع اللاعبين على ضروره سرعه الارتداد، تجنب الاخطاء امام فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي، وطالب اللاعبين بضروره كسر حده التعادلات في فتره اخيره. اعلن الكابتن احمد سامي تشكيله لهذا اللقاء اللي هيكون مكون من الهاني سليمان في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع رجب نبيل ومحمود عزت، في اليمين احمد رمضان بيكهام، في الشمال محمد شكري، ثلاثه في منتصف الملعب محمود حليمو، محمد كناريا وصديق جولو، وثلاثه في خط الهجوم حسين فيصل، عبد الكبير الوادي، وايضا مروان حمدي. انا هينضم لي في هذه الاثناء الكابتن هاني العجيزي. يا كابتن ايمن، كابتن هاني المدرب العام لفريق سموحه. كابتن هاني تحيات الكابتن ايمن شوقي، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وبرحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. مواجهه صعبه جدا، مواجهه قويه جدا امام فريق النادي الاهلي النهارده. طبعا برحب طبعا بالكابتن ايمن وكل اللي موجودين في الاستوديو، وحشتوني، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. طبعا اكيد طبعا مباراه قويه، النادي الاهلي طبعا ماتشاته كلها بتبقى فيها نديه وبيبقى فيها حماس، واحنا بالنسبه لنا طبعا يعني الحمد لله يعني جاهزين بشكل كويس، واللعيبه كلها بالفتره اللي فاتت بتتمرن بشكل كويس، وكلهم مستعدين لان عارفين قيمه النادي الاهلي وان الماتش ازاي صعب علينا. لكن الحمد لله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، ونحاول نكون ندي قوي للنادي الاهلي ونعمل مباراه كويسه والكويس يكسب، فما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا. كابتن هاني، ابرز الامور اللي تركز عليها والكابتن احمد سامي اللي ركز عليها بتواجه فريق زي النادي الاهلي، وهو المره اللي فاتت قال لك انا اتجنب الاخطاء امام فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي، خاصه المباراه اللي جمعت ما بين الفريقين، اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين وانتهت بفوز الاهلي باربع اهداف. دي حقيقه فعلا، هو الكابتن فعلا الكابتن احمد سامي فعلا اتكلم معاهم بخصوص حته الاخطاء، لان فعلا الماتش السنه اللي فاتت كان عندنا في اسكندريه كان في اخطاء كتير جدا وادت لفرص الاهداف للنادي الاهلي وطلعت بنتيجه كبيره. لكن النهارده ان شاء الله نحاول ان احنا نتجنب الاخطاء، وزي ما قلت النادي الاهلي برضو عنده غيابات مؤثره، فاعتقد ان هي دي ان شاء الله هتكون ليها عامل في تغيير شكل المباراه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن هاني، كابتن احمد بلال في الاستوديو التحليلي اتكلم على مباراه الاتحاد 4-1، واعتقد كانت درس قوي جدا للاعبي سموحه مباراه الاتحاد. اكيد طبعا كانت بدايه سيزون، طبعا بدايه اول مباراه لينا في الدوري وقصاد برضو فرقه كبيره زي نادي الاتحاد، ربنا كرمنا باربع اهداف. لكن طبعا حصل عندنا اصابتين في الباك رايت بتاعنا، وطبعا يعني كان في عدم توفيق من بعض اللعيبه، كان معانا برضو لعيب افريقي كان لسه اول مباراه ليه فعمل ضرب جزاء، فبرضو اجواء المباراه كانت يعني حماسيه شويه وكان فيها برضو مفاجات كتير، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل مباراه كويسه وكانت بدايه كويسه لينا، والحمد لله ربنا يكمل نكمل المسيره ان شاء الله في الدوري. شكرا كابتن هاني، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. شكرا، ربنا يخليك. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن هاني العجيزي المدرب العام لفريق سموحه. دي كانت كل الكواليس ويعني كل التفاصيل الخاصه بفريق سموحه اللي زي ما قلنا يلعب بطريقه 4-3-3. طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام.